المقدمة: إن صفات عباد الله الصادقين مذكورة في سورة الفرقان الآيات من 63 إلى 77. هؤلاء المسلمون هم الذين سيحظون بالسلامة والبركات العظيمة في الدنيا والآخرة. سورة يونس الآية 62: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلما واجهوا محنة أعطوا القوة للتغلب عليها حتى يجنوا المزيد من النعم. وحين يواجه الخلق يوم القيامة يرفع الله تعالى عنهم كل حزن. سورة الأنبياء الآية 103: يا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويفخر الله تعالى بهؤلاء الخدم الخاصين للملائكة في السماء، وقد ثبت ذلك في حديث في سنن النسائي برقم 5428، وهم الذين يقربون إلى الله تعالى في الدنيا ويحظون بقربه الخاص في الآخرة. سورة الواقعة الآيات من 10 إلى 12: وسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. لقد تحرروا من عبودية كل شيء وكرسوا أنفسهم لطاعة الله تعالى الحقيقية، وذلك بتنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. وعندما أصبحوا عبيداً له أصبحوا مستقلين عن الخلق أجمعين. ولكن أولئك الذين طلبوا التحرر من هذه العبودية أصبحوا عبيداً لشهواتهم ودنياهم المادية. سورة الجاثية الآية 23: أرأيت من اتخذ الهه هواه. لقد وصلوا إلى هذه المرتبة من خلال السعي إلى محاكاة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذا لا يمكن تحقيقه بدون المعرفة. ولهذا السبب أعلن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 224 أن اكتساب العلم النافع واجب على جميع المسلمين. يجب أن تكون مهمة جميع المسلمين محاكاة الأخلاق الحميدة لعباد الرحمن حتى يتمكنوا هم أيضاً من تحقيق النجاح في هذا العالم وفي الآخرة. يجب على المسلم أن يتذكر دائماً أنه لا شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وقد تأكد ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2003: الأسرة الصالحة. أما الصفة التالية لعباد الرحمن الصادقين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 74: يا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه الآية تشير إلى أهمية الزواج وفقاً لتعليم الإسلام، وهذا يعني أن الخدم الحقيقيين للرحمن يتبعون نصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة في صحيح مسلم رقم 3635 عند اختيار من يتزوجون. ينصح هذا الحديث بأن يتزوج الشخص لجماله أو نسبه أو ماله أو لتقواه. نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين بالزواج من شخص يتمتع بالتقوى. من المهم أن نفهم أن الأشياء الثلاثة الأولى المذكورة في هذا الحديث عابرة جداً وغير كاملة. قد تمنح شخصاً سعادة مؤقتة، ولكن في النهاية ستصبح هذه الأشياء عبئاً عليه لأنها مرتبطة بالعالم المادي وليس بالشيء الذي يمنح النجاح النهائي والدائم ألا وهو الإيمان. يحتاج المرء فقط إلى مراقبة الأغنياء والمشاهير لفهم أن الثروة لا تجلب السعادة. في الواقع الأغنياء هم أكثر الناس عدم رضاً وتعاسة على وجه الأرض. إن الزواج من أجل النسب هو حماقة، لأنه لا يضمن أن يكون الشخص زوجاً صالحاً، بل إن فشل الزواج يدمر الرابطة الأسرية التي كانت بين العائلتين قبل الزواج. إن الزواج من أجل الجمال فقط يعني الحب، وهو ليس بالأمر الحكيم، لأن هذا عاطفة متقلبة تتغير بمرور الوقت وبمزاج الشخص. فكم من الأزواج الذين غرقوا في الحب انتهى بهم الأمر إلى كراهية بعضهم البعض. ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذا الحديث لا يعني أن المرأة يجب أن يجد زوجاً فقيراً، لأنه من المهم أن يتزوج من شخص يمكنه إعالة الأسرة مالياً. ولا يعني أيضاً أنه لا ينبغي للمرء أن ينجذب إلى زوجته، لأن هذا جانب مهم من جوانب الزواج الصحي. ولكن هذا الحديث يعني أن هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون السبب الرئيسي أو النهائي لزواج شخص ما.
إن الصفة الرئيسية والنهائية التي يجب أن يبحث عنها المسلم في الزوج هي التقوى، وهذا عندما يفي المسلم بأوامر الله تعالى ويمتنع عن نواهيه ويواجه القدر بالصبر. وباختصار، فإن من يخاف الله تعالى يحسن معاملة زوجته في السراء والضراء، ومن ناحية أخرى فإن من لا دين له يسيء معاملة زوجته كلما انزعجت. وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة العنف الأسري بين المسلمين في السنوات الأخيرة. إن عباد الرحمن الصادقين يعملون بالنصيحة الواردة في هذا الحديث، ومن خلاله يحققون جانباً يساعدهم على إكمال إيمانهم. وقد ورد هذا النصح في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2521. ومن خلال هذا السلوك فقط يمكن للمسلم أن يحقق قرة عينه من خلال زوجته، وهو ما أشارت إليه هذه الآية. ولكي يحقق الوالدان الأمر الثاني المذكور في هذه الآية وهو الطفل الصالح، يجب عليهما تربية طفلهما على التقوى أولاً من خلال القيادة بالقدوة وإعطاء طفلهما مظاهر عملية للتقوى. ثانياً، أن يعلموا أبناءهم منذ الصغر جوانب التقوى والأخلاق الحميدة التي وردت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن تلخيص ذلك في ثلاثة أمور، وهي تنفيذ أوامر الله تعالى، والابتعاد عن نواهيه، مواجهنا لقدر بلا الصبر. فعندما يقوم الوالد بهذه الخطوات فقط فإنه يستطيع أن يحقق الدعاء في هذه الآية، وعندها فقط سوف ينفعه أولاده في الدنيا والآخرة، وإهمال هذا الواجب لن يؤدي إلا إلى أن يصبح الولد مصدراً للشقاء له في الدنيا والآخر. الإنفاق المتوازن أما الصفة التالية لعباد الرحمن الحقيقيين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 67، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. إنهم يدركون أن كل ما يملكونه في الحقيقة هو ملك لله تعالى، وما أعطي لهم إلا قرضاً، فيردون القرض إلى الله تعالى باستعمال النعمة مثل أموالهم على الوجه الذي شرعه الإسلام من غير بخل أو إسراف أو إسراف أو إسراف. إنهم يدركون أن أموالهم ونعمهم الأخرى هي اختبار من الله تعالى، فيتصرفون كعباد شاكرين حقاً، ويجتازون هذا الاختبار باستعمال أموالهم ونعمهم الأخرى على الوجه الصحيح. سورة الملك الآية 2، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد علموا أن الله تعالى يكره الإسراف فأنفقوا ولا يسرفوا. سورة الأنعام الآية 141، يا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنهم يتجنبون البخل بأي ثمن، لأنهم يدركون الحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 1961، والذي يحذر من أن الشخص الجشع بعيد عن الله تعالى، وبعيد عن الجنة، وبعيد عن الناس، وقريب من نار الجحيم. هذا الحديث نفسه ينصح بأن الله تعالى يفضل الشخص السخي الجاهل على العابد البخيل. إن عباد الرحمن يتجنبون البخل لأنهم يدركون تماماً حقيقة أن الله تعالى يرزقهم، بل وأقسم على ذلك. سورة الذاريات الآيتان من 22 إلى 23، وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم ورب السماء والأرض إنه لحق كما أنتم تنطقون. إن رزق الخليقة كلها قد قسم وكتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا ما يؤكده حديث في صحيح مسلم برقم 6748. وبسبب هذه التعاليم الإلهية وغيرها فإنهم يتجنبون الموقفين المتطرفين من الإسراف والطمع، ويقفون في الوسط بالإنفاق عند الضرورة والمنع عند الضرورة، ويتجنبون كل أشكال المال الحرام، مع علمهم بأن الله تعالى لا يقبل دعاء من يعول على الحرام، وقد حذر من ذلك حديث في صحيح مسلم برقم 2346، فإذا رد الله تعالى دعاءهم فكيف يقبل من أعمالهم؟ وفي حديث آخر في صحيح مسلم برقم 2342، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يقبل الصدقات إلا من المال الحلال. كما يسلط هذا الحديث الضوء على الثواب العظيم الذي يحصل عليه الإنسان حين يتصدق في سبيل الله تعالى من ماله الحلال،
فإن الله تعالى يعطي على الصدقة الحلال أجراً عظيماً حتى لو كانت بحجم تمرة واحدة. إن عباد الرحمن الصادقين يتبرعون دائماً بصدقاتهم المفروضة، وهم يعلمون أن هناك عقوبات شديدة لعدم أداء هذه الفريضة المهمة. سورة آل عمران الآية 180. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوق أعناقهم ما منعهم يوم القيامة. إن عباد الرحمن لا يكتفون بالبحث عن الثروات الزائدة، بل يأخذون ما يحتاجون إليه من أجل الوفاء بمسؤولياتهم، ويتبرعون بالباقي لمرضاة الله تعالى. وهذه هي الطريقة التي يمكن بها اجتياز اختبار الثروة. في الواقع، لقد أدركوا أن العبد الحقيقي لله تعالى يتبرع دائماً بأكثر من الصدقة المفروضة، كما أشار القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال سورة المائدة الآية 12. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم صلاة وأتيتم زكاتي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً. هناك حديث في صحيح مسلم رقم 1671 ينصح بأن الصدقة واجبة كل يوم عن كل مفصل من جسد كل مسلم. ومن الواضح أن هذا لا يشير إلى الصدقة الإلزامية التي تقدم سنوياً. من المهم أن نلاحظ أن الصدقة لا تقتصر على المال فقط. يمكن تقديم الصدقة بطرق مختلفة. على سبيل المثال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عمل من أعمال الصدقة، وهذا مؤكد في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 1671. الآية المذكورة في البداية والتي تذكر عادات الإنفاق لدى عباد الرحمن الحقيقيين يمكن أن تشمل اتباع نهج متوازن لجميع أشكال الصدقة، مثل تخصيص الوقت لمساعدة الآخرين. من لا يجد التوازن إما أن يخصص الكثير من الوقت لمساعدة الآخرين، مما يجعله يهمل واجباته ومسؤولياته. أولئك الذين لا يقضون وقتاً كافياً في مساعدة الآخرين سيصبحون أنانيين ولا يهتمون إلا لأنفسهم، وهذا ليس موقف المسلم الحقيقي. إن عباد الرحمن الصادقين لديهم دائماً النية الصحيحة عند الإنفاق، ولا يفسدون صفقتهم بتذكير الآخرين بنعمهم. سورة البقرة الآية 264. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنهم ينفقون خالصين لله تعالى ولا يطلبون غير ذلك من أحد، وبسبب نيتهم الصالحة فإن الله تعالى يكافئهم حتى لو أنفقوا في أمور دنيوية مثل الإنفاق على عائلاتهم. وقد ورد هذا في حديث في صحيح البخاري رقم 4006. إنهم يعلمون أن انفاقهم الصالح منة من الله تعالى، حيث لن يتمكنوا من الحصول على هذا الرصيد إلا برحمة الله تعالى، ولذلك فهم يشكرون الله تعالى في كل وقت. بل إنهم يخشون ألا يقبل الله تعالى انفاقهم الصالح بسبب عيب خفي مثل النفاق. سورة المؤمنون الآية 60. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاء أنهم إلى ربهم راجعون. وقد أكد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث في جامع الترمذي برقم 3175 أن هذه الآية في عباد الرحمن الحقيقيين. التغيير نحو الأفضل. أما الصفة التالية لعباد الرحمن الحقيقيين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 71. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. ومن علامات قبول التوبة الصادقة عند الله تعالى ما ورد في هذه الآية، فبعد التوبة الباطنية واللسانية يجب على المسلم أن يؤيد ذلك بالأعمال الصالحة والامتناع عن المزيد من الذنوب. بل إن الإنسان إذا قام بالأعمال الصالحة على الوجه الصحيح كالصلاة فإنها تحميها من الإصرار على الذنوب. سورة العنكبوت الآية 45. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعد التوبة الصادقة لا يحسن المسلم علاقته بالله تعالى فحسب، بل يغير شخصيته للأفضل حتى يعامل الناس بلطف أكبر. ولإلهام المسلمين باتباع طريق العباد الحقيقيين للرحمن الرحيم، يبشر الله تعالى أولئك الذين يتوبون بصدق بأنه سيحول سيئاتهم إلى حسنات. سورة الفرقان الآية 70. إذ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسناته.
وهذه النعمة أعظم من محو الذنوب، ولذلك يجب على المسلم أن ينتهز هذه الفرصة بالتوبة الصادقة من الذنوب والسعي إلى الحق بتنفيذ أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. الخوف من الله تعالى أن الصفة التالية لعباد الرحمن الصادقين، فهي مذكورة في سورة الفرقان الآيتان من 65 إلى 66: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان مقيما إنها ساءت مستقرا ومستقرا. وقد ورد في هذه الآيات دعاء يدل على خوف عباد الرحمن الحقيقيين، فهم يخافون معصية الله تعالى فيدخلون النار، وهذا دليل على حرصهم على طاعة الله تعالى في كل وقت، فهم ليسوا كأولئك المتفائلين الذين لا يخافون الله تعالى في معصيته، ولكنهم يرجون للنجاة. إن عبد للرحمن لحقيقيين يحققون صفة للرجاء لحقيقي في الله تعالى، ذلك بالسعي للصادق إلى مرضر الله تعالى فيك لأعمالهم، فيما يرجون للنجاة. إنهم لا يفتخرون بكثرة أعمالهم الصالحة، لأنهم يعلمون أنه لا ينقذهم من نار جهنم ويدخلهم الجنة إلا رحمة الله تعالى، وقد ثبت ذلك في حديث في صحيح البخاري رقم 6463، ويثبتون هذا الاعتقاد بأفعالهم بالاستعانة بالله تعالى باستمرار بطاعته. إن عباد الرحمن يدركون أن الناس حين يصلون إلى الآخرة سوف يندمون على ذنوبهم وعدم القيام بأعمال صالحة أكثر. سورة الفجر الآيتان من 23 إلى 24: يا وعرضت جهنم يومئذ، يومئذ يتذكر الإنسان فأن له الذكر، قال يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا يجعلهم يسارعون إلى الأعمال الصالحة كصلاة الليل المذكورة في الآيات السابقة، ويسارعون إلى اللجوء إلى الله تعالى بالطاعة الصادقة بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. وكلما زلوا أو اقترفوا ذنباً سارعوا إلى التوبة للصادقة إلى الله تعالى أن يغفر لهم، ويحسدون أنفسهم بانتظم حتى يزيدوا من طاعة الله تعالى. ودي ورد في حديث في سنن ابن ماجه رقم 4260 أن هذا من صفة العاقل. إن كثيراً من الناس ينشغلون عن النار وعقوباتها بزينة الدنيا وبهائها، ولكنهم في المقابل يبقون يوم القيامة وملاقاة النار حاضرين في أذهانهم، فكأنهم يشهدون جهنم تقدم بسبعين ألف حبل، يشد كل حبل سبعين ألف ملك. وقد ثبت ذلك في حديث في صحيح مسلم برقم 7164، فإذا عاش الإنسان على هذا النحو فإنه يشتغل بأداء مسؤولياته وواجباته وفق تعاليم الإسلام، ويجتهد في طاعة الله تعالى، ويستعيذ به من سوء المصير. التواضع أول صفة من صفات عباد الرحمن الصادقين مذكورة في سورة الفرقان الآية 63: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لقد أدرك عباد الله تعالى أن كل خير يملكونه إنما هو لأن الله تعالى منحهم إياه، وكل شر ينجو منه إنما هو لأن الله تعالى حماهم. أليس من الحمق أن يفتخر الإنسان بشيء لا يملكه؟ فكما لا يفتخر الإنسان بسيارة رياضية لا يملكها، كذلك يجب على المسلمين أن يدركوا أن لا شيء في الحقيقة ملك لهم. وهذا الموقف يضمن للإنسان أن يظل متواضعاً في كل الأوقات. إن عباد الله تعالى المتواضعين يؤمنون تماماً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في صحيح البخاري رقم 5673، والذي ينص على أن الأعمال الصالحة لا تدخل الإنسان الجنة، بل إن رحمة الله تعالى وحدها هي التي تجعل ذلك يحدث. ذلك لأنك لعمل الصالح لي مكن أن يتم إلي إذا زد الله تعالى الإنسان بالمعرفة والقوة والفرصة والإلهام للقيام به، وحتى قبولنا العمل يتوقف على رحمة الله تعالى. عندما يضع المرء هذا في الاعتبار فإنه ينقذه من الكبرياء ويحفزه على تبني التواضع. يجب على المرء أن يتذكر دائماً أن التواضع ليس علامة على الضعف، حيث شجع الإسلام المرأة على الدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر. بعبارة أخرى، يعلم الإسلام المسلمين أن يكونوا متواضعين دون ضعف. في الواقع، أكد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2029 أن من تواضع أمام الله تعالى رفعه.
لذا فإن التواضع في الواقع يؤدي إلى الشرف في العالمين. يحتاج المرء فقط إلى التأمل في أكثر الخلق تواضعاً لفهم هذه الحقيقة، ألا وهو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى الناس بوضوح بأمر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بتبني هذه الصفة المهمة. سورة الشعراء الآية 215: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم حياة متواضعة. على سبيل المثال، كان يؤدي واجباته المنزلية بسعادة، مما يثبت أن هذه الأعمال المنزلية محايدة بين الجنسين. وهذا ما أكده الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد رقم 538. التواضع هو سمة داخلية تتجلى في الخارج مثل طريقة المشي. وقد ناقش هذا في آية أخرى من سورة لقمان الآية 18: ولا تصعروا خدك للناس ولا تمشوا في الأرض مرحا. وقد بين الله تعالى أن الجنة للعباد المتواضعين الذين لا فخر فيهم. سورة القصص الآية 83: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في الواقع، أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1998 أن من كان فيه مثقال ذرة من الكبرياء لن يدخل الجنة. والله تعالى وحده هو الذي يحق له أن يفخر، لأنه الخالق والرازق والمالك للكون كله. ومن المهم أن نلاحظ أن الكبرياء هو أن يعتقد الإنسان أنه متفوق على الآخرين ويرفض الحق عندما يعرض عليه، لأنه يكره قبول الحق عندما يأتي من غيره. وقد تأكد هذا في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4092: الجهل إن الصفة التالية لعباد الرحمن الصادقين المذكورة في سورة الفرقان الآية 63 هي أنهم يتجنبون الجهل والجهلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون كلوا سلاما. إن الناس عندما يتصرفون بطريقة حمقاء فإنهم لا يردون عليهم بنفس الطريقة، بل إنهم يتحلون بالصبر ويعاملون هؤلاء الأشخاص بلطف، وهذا يظهر من خلال أقوالهم وأفعالهم. إنهم يدركون أن أفضل رد يمكنهم تقديمه لشخص أحمق هو تركه في سلام، لأن الرد عليهم بطريقة شريرة لا يؤدي إلا إلى تحفيزهم. وهذا لا يعني أنهم لا يدافعون عن أنفسهم، لأن الإسلام يسمح بذلك، لكنهم يتبنون التواضع دون ضعف. إنهم لا يرغبون في إضاعة وقتهم مع أشخاص يبحثون فقط عن المتاعب. إن الجهل صفة مكروهة في الإسلام، وهي أحد الأسباب التي تجعل طلب العلم واجباً على جميع المسلمين. وهذا ما يؤكده حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 224: إن الجهلاء يرتكبون المعاصي دون أن يدركوا ذلك، لذلك فإن عباد الرحمن الحقيقيين يتجنبون أهله، وهذه الصفة من خلال تخصيص الوقت لدراسة القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى تبني هذه للتعليم في حياتهم مناخل للعمل. سورة الزمر 39 الآية 9: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد أوضح القرآن الكريم أن الجاهل لا يستطيع أن ينال التقوى الحقيقية. سورة فاطر الآية 28: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك لأن العلم مطلوب لاكتساب الصفات الحميدة وتجنب الصفات السيئة التي نصحت بها التعاليم الإسلامية. فإذا كان المرء يجهل صفة سيئة، فكيف يمكنه تجنبها أو إزالتها من شخصيته؟ لا ينبغي للمرء أن يسعى فقط إلى اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها، بل يجب عليه دائماً احترام أولئك الذين يمتلكون المعرفة، لأن هذا يبعد المرء عن الكبرياء. ينصح القرآن الكريم المسلمين بالابتعاد عن صحبة الجهلاء، لأنهم لا يستطيعون إلا إلهام أصدقائهم نحو أشياء تافهة أو شريرة. سورة القصص الآية 55: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذا لا يعني عدم نصح الجاهل وتعليمه، بل يجب ترك ذلك للمسلمين المتعلمين الذين تبنوا الصفات الصحيحة المطلوبة لنشر رسالة الإسلام بشكل صحيح.
الجاهل الحقيقي ليس من يفتقر إلى المعرفة، بل الجاهل هو من لا يعمل بعلمه، ومثل هذا الشخص يكون جاهلاً حتى لو كان لديه الكثير من المعرفة. والعمل بالعلم هو العلم النافع، وكل ما عدا ذلك فهو علم اللسان الذي لن ينفع صاحبه، بل إن هذا العلم يشهد على صاحبه يوم القيامة. لذا يجب على المسلمين أن يجتهدوا في تعلم العلم الإسلامي والعمل به، ويستعيذوا بالله تعالى من العلم الذي لا ينفع، كما نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت هذا في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 3843. العلاقات غير الشرعية، أما الصفة التالية لعباد الرحمن الحقيقيين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 68: يا ولا تزنوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إن عباد الله المخلصين يتجنبون كل أشكال العلاقات غير الشرعية، وحقيقة أن الزنا قد وضع بجانب الشرك وقتل النفس البريئة في هذه الآية يدل على خطورتها. يجب على المسلمين أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في علاقات غير شرعية. أولاً، يجب أن يتعلموا غض البصر، وهذا لا يعني أن المرأة يجب أن يحدق دائماً في حذائه، بل يعني أنه يجب أن يتجنب النظر حوله دون داع، وخاصة في الأماكن العامة. يجب عليهم تجنب التحديق في الآخرين والحفاظ على احترام الجنس الآخر، تماماً كما لا يحب المسلم أن يحدق شخص ما في أخته أو ابنته، فلا ينبغي له أن يحدق في أخوات وبنات الآخرين. سورة النور الآية 30: يقلل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يجب على المسلم أن يتجنب قضاء الوقت بمفرده مع الجنس الآخر ما أمكن ذلك، ما لم تكن هناك صلة قرابة بينهما تحرم الزواج. وقد نصح بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1862: يجب على المسلمين أن يلبسوا ويتصرفوا باحتشام، فالاحتشام في اللباس يجنب جذب نظرات الغرباء، والاحتشام في التصرف يمنع المرء من اتخاذ الخطوات الأولية التي قد تؤدي إلى علاقة غير مشروعة مثل التحدث دون داع مع الجنس الآخر. إن فهم بركات تجنب العلاقات غير المشروعة هو وسيلة أخرى لحماية النفس منها. على سبيل المثال، ضمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة لمن حفظ لسانه وعفته، وهذا ما أكده حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2408: إن الخوف من عقوبة الانخراط في علاقات غير مشروعة يساعد المسلم أيضاً على تجنبها. على سبيل المثال، يزول الإيمان من الشخص الذي يرتكب الزنا، وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4690. في الواقع، لا يحتاج المسلم إلى علاقات غير شرعية، لأن الإسلام يأمر بالزواج، ومن لا يستطيع الزواج فعليه أن يكثر من الصيام، لأن هذا يساعد أيضاً على التحكم في رغباته وأفعاله. وقد ورد هذا النصح في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 3398: الخلق الكريم، أما الصفة التالية لعباد الرحمن الصادقين فقد وردت في نهاية سورة الفرقان الآية 74: يا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في الحقيقة، لا تعني هذه الآية أن عباد الرحمن الحقيقيين يرغبون في أن يكونوا قادة دينيين أو دنيويين، بل تعني في الواقع أنهم يرغبون في تبني صفات قادة البشر مثل الأنبياء عليهم السلام، فهم أفضل وأحب إلى الله تعالى. هذا الدعاء هو وسيلة غير مباشرة لرغبة في حب الله تعالى. هذه الآية تبين أنه لا يمكن الحصول على ذلك إلا بالسعي العملي، ويدعم ذلك أيضاً حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6502: ينصح بأنه بعد أداء الواجبات والسعي في أداء الأعمال الصالحة التطوعية يصبح المرء محبوباً لله تعالى. لذلك يجب على المسلم أن يجتهد في أداء كل ما يحبه الله تعالى، والابتعاد عن كل ما يكرهه الله تعالى، إذا أراد أن يتحلى بأفضل الصفات ويصبح محبوباً لله تعالى. بالإضافة إلى ذلك،
يشير هذا الجزء من الآية إلى أن التصرف بالطريقة التي تمت مناقشتها من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الدعاء المذكور في بداية هذه الآية والذي تمت مناقشته في الفصل السابق، ألا وهو الرغبة في أن يكون لديك عائلة تقية حتى تصبح رصيداً كبيراً للمسلم بدلاً من أن تكون عبئاً في العالمين. يمكن أن يعني هذا الجزء من الآية أيضاً أن الخدم الحقيقيين للرحمن يرغبون ويجتهدون في أداء الواجب المهم المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينالوا مكافأة أولئك الذين يصغون إلى نصيحتهم ويعملون بها. وقد تم النصح بذلك في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 2351، وكما يشير هذا الحديث فإن الخدم الحقيقيين للرحمن يخشون أن يصبحوا سبباً لضلال الآخرين، لن يؤدي هذا إلا إلى زيادة خطايا المرء اعتماداً على عدد الأشخاص الذين يضللونهم. إنهم يرغبون في أن يكونوا قدوة إيجابية لأولئك الذين تحت رعايتهم، وهذا واجب مهم على كل مسلم حسب حديث موجود في سنن أبي داود برقم 2928. ولنختم هذا الكتاب، يجب على كل المسلمين أن يجتهدوا في تبني صفات عباد الرحمن الحقيقيين، فبفضل هذا ورحمة الله تعالى سينعمون في الدنيا ويجدون ملاذاً وراحة أبدية في الآخرة. وقد أشارت الآية التالية إلى ذلك، سورة الفرقان الآية 75، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الزور أما الصفة التالية لعباد الرحمن الصادقين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 72، وهم لا يشهدون الكذبة. هذه الآية تحذر عباد الرحمن من الشهادة بالزور، ومن المؤسف أن هذا يحدث بشكل شائع خاصة في دول العالم الثالث، حيث يرفع المسلمون دعاوى زور في المحكمة من أجل أخذ شيء لا يخصهم مثل الثروة والممتلكات. وفقاً لحديث موجود في صحيح البخاري رقم 2654، فإن شهادة الزور من أعظم الكبائر. في الواقع يضع هذا الحديث شهادة الزور بجانب الشرك وعقوق الوالدين. لقد أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحذيراً شديداً في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 2373، أن الشخص الذي لا يتب بصدق من كونه شاهد زور لن يتحرك يوم القيامة حتى يرسله الله تعالى إلى الجحيم. في الواقع من يقوم بدور شاهد الزور من أجل أخذ شيء ليس له حق فيه سيرسل إلى الجحيم حتى لو كان الشيء الذي أخذه غصن شجرة. وقد ثبت ذلك في حديث صحيح مسلم برقم 353، وشهادة الزور من الذنوب الجسيمة لأنها تشمل ذنوباً أخرى كثيرة كالكذب، وهذه الذنوب لا يغفرها الله تعالى للناس حتى يغفرها لهم المقتول أولاً، فإن لم يفعلوا ذلك أعطيت حسناتهم للمقتول، وإن لزم الأمر أعطيت ذنوب المقتول يوم القيامة لإقامة العدل، وقد يؤدي هذا إلى القائه في النار. وقد ثبت ذلك في حديث صحيح مسلم برقم 6579، كما يرتكب شاهد الزور إثماً إذا شهد عن غيره ليأخذ ما ليس له به حق. وهذا الموقف يتحدى بوضوح أمر القرآن الكريم الذي ينصح المسلمين بعدم التعاون على الشر بل التعاون على الخير، سورة المائدة الآية 2، يا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الشاهد الكاذب سوف يرتكب المزيد من الذنوب باستخدام شيء تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، على سبيل المثال إذا حصل على ثروة بهذه الطريقة ثم استخدمها في أداء الحج المقدس فإن حجه المقدس سوف يرفض لأن الله تعالى لي قبل إلي لحلل. وقد أكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 2342، ومن واجب جميع المسلمين أن يقولوا الحقيقة دائماً سواء كان ذلك في المحادثات اليومية العادية أو تحت القسم في قضية محكمة. الكذب بجميع أشكاله يؤدي إلى الذنوب التي تؤدي بدورها إلى الجحيم. من يستمر في الكذب سيكتب الله تعالى أنه كذاب كبير. وقد حذر من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1971،
ويخشى أن يرسل هذا الكذاب الكبير إلى الجحيم يوم القيامة. سورة آل عمران الآية 61. ألا لعنة الله على الكاذبين. الشرك أما الصفة التالية لعباد الرحمن فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 68. والذين لا يدعون مع الله إله آخر. هذه الآية تدل على أهمية النية الصادقة في الأعمال، وهي إرضاء الله تعالى وحده، فالعباد الصادقون للرحمن يتركون كل النوايا والأهواء ويطيعون الله تعالى وحده، وذلك لتحقيق غاية خلقهم وهي العبودية لله تعالى. سورة الذاريات الآية 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يمكن تصنيف الشرك إلى نوعين، أكبر وأصغر. النوع الأكبر هو أن يؤمن الإنسان بأكثر من إله، وإذا مات الإنسان على هذه الحال فلن يغفر له الله. سورة النساء الآية 48. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن هذا أعظم ذنب يرتكبه الإنسان، وقد أكده الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6273. ومن أعظم الخيانة أن ينكر الإنسان نعمة من أنعم بها على غيره، ومن الأشد غدراً أن ينكر هذه النعمة على من أنعم به عليه. وإذا كان هذا صحيحاً بين شخصين، فهل يتصور المرء عظمة خيانة من يتصرف على هذا النحو مع الله تعالى وهو وحده الذي يهب الخلق نعماً لا تعد ولا تحصى؟ أما الشرك الأصغر فهو أن يتباهى الإنسان بأفعاله، وقد تأكد ذلك في أحاديث كثيرة مثل حديث سنن ابن ماجه رقم 3989. وفي يوم القيامة يؤمر من عمل أعمالاً لإرضاء غير الله تعالى بأن ينال جزاءها الذي لن يكون ممكناً. وقد ثبت ذلك في حديث في جامع الترمذي برقم 3154، وهذا هو الذي اتخذ هواه رباً له، فهو يعمل لتحقيق هواه لا لمرضاة الله تعالى. سورة الجاثية الآية 23. أرأيت من اتخذ الهه هواه. إن الإنسان لا يعمل إلا من أجل غيره، لأنه يعتقد أن هذا الشخص سوف يمنحه نعمة أو يحميه من بعض الأذى، وهذه الصفة لا يمتلكها إلا الله تعالى، وبالتالي فإن العمل من أجل غير الله تعالى هو شرك بالله وحماقة بكل بساطة. إذا كان المسلم ينوي أولاً إرضاء الله تعالى ثم يغير نيته بسبب عامل خارجي ما دام يكافح نفسه ويحاول العودة إلى نيته الأصلية، فمن المأمول أن يمنح ثواب نيته الأصلية ونضاله الداخلي لإبقائها نقية. أما أولئك الذين يخلطون نيتهم بالأعمال الدينية لإرضاء الله تعالى والحصول على شيء دنيوي، فمن المختلف فيه هل يحصلون على أي ثواب في الآخرة على عملهم. يعتقد بعض العلماء أنهم سيحصلون على الثواب الكامل ما دامت الرغبة الدنيوية غير محرمة، ويعتقد بعض العلماء أن المسلم سوف يثاب جزئياً بسبب نيته الثنائية، ويرى علماء آخرون أنهم لا ينالون أي ثواب لأنهم قرنوا نيتهم برضوان الله تعالى، وهذا يعتبر من الشرك الأصغر، ولذلك ينبغي للمسلم العاقل أن يختار الخيار الأسلم، وأن لا يؤدي الأعمال الدينية إلا لرضا الله تعالى، وليخلط نيتها بشيء من الكسب لدنيوال الشرع. احترم الحياء أما الصفة التالية لعباد الرحمن الحقيقيين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 68. أو اقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن عباد الله المخلصين يحترمون كل أشكال الحياة، ويطيعون تعاليم الإسلام التي تنص بوضوح على ضرورة إظهار الرحمة لجميع الخلق. في الواقع حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 6028 من أن من لا يرحم الآخرين لن يرحمه الله تعالى. لا ينصح الإسلام فقط بمعاملة الناس بلطف، بل ينص على ذلك أيضاً للحيوانات، وهذا مؤكد في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 2550. لا يوجد دين آخر يضع مثل هذه القيمة على الحياة البشرية. يقارن القرآن الكريم بين قتل شخص بريء وقتل البشرية جمعاء. سورة المائدة الآية 32. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن هذه الآية وحدها كافية لردع هؤلاء الناس الذين يدعون أنهم يقتلون الأبرياء باسم الإسلام. هذه الآية تثبت أن نيتهم الشريرة الحقيقية هي اكتساب الثروة والسلطة، وهذا لا علاقة له بالإسلام. إن عدم إيذاء الآخرين أمر مهم لدرجة أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذر في حديث موجود في سن النسائي رقم 4998 من أن الشخص لا يمكن أن يكون مسلماً حقيقياً حتى يأمن الآخرون بغض النظر عن عقيدتهم من لسانه وأفعاله. إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لإيذاء الآخرين فقط، فكيف يسمح الإسلام بقتل الأبرياء؟ في الواقع تم الرد على هذا في نفس الحديث. حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن الشخص لا يمكن أن يكون مؤمناً حقيقياً حتى لا تكون حياته وممتلكات الآخرين في مأمن من أفعاله. يجب على أولئك الذين يزعمون اتباع تقاليد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أنه لم يؤذ شخصاً آخر إلا في الدفاع عن النفس ضد جندي ذكر، ولم يؤذ امرأة ولا شيخاً ولا طفلاً، بل لم ينتقم لنفسه قط، ولم يقم إلا بتطبيق العقوبة التي فرضها الله تعالى على من تجاوز الحدود، وهو ما يؤكده حديث في صحيح مسلم رقم 6050. وهكذا يجب على المسلمين أن يتصرفوا في كل الأحوال إذا زعموا أنهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أذن للمسلم بالدفاع عن نفسه وأهله وممتلكاته، ولكن لكل هذا حدود، فلا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يضرب أولاً ويقتل شخصاً بريئاً. لذلك يجب على المسلمين أن يعاملوا الآخرين كما يرغبون أن يعاملوا، أي بالاحترام والرحمة. التوبة الصادقة أما الصفة التالية لعباد الرحمن الصادقين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآيتين من 70 إلى 71. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناته، وكان الله غفوراً رحيماً، ومن تاب وعمل صالحاً فقد تاب إلى الله. هذه الآيات تشير إلى أن عباد الرحمن الحقيقيين ليسوا بشراً كاملين، ولا يتوقع الله تعالى منهم ذلك، لذا فإن أول ما يجب ملاحظته هو أن المسلم لا ينبغي له أن ييأس أبداً من رحمة الله تعالى اللامتناهية، لأن هذا قد يقودها إلى الكفر. سورة يوسف الآية 87: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل إن الله تعالى يغفر الذنوب كلها ما عدا الشرك الأكبر، سورة النساء الآية 116: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام في نفس المسلم نفس فلا يفوته أبداً الرجوع إلى الله تعالى في توبة صادقة، وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن ابن ماجة رقم 4253. ومع ذلك فمن الضروري لجميع المسلمين أن يتجنبوا جميع الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن وقت الموت غير معلوم. وإذا استمر المسلم في تأخير التوبة الصادقة فقد يواجه الموت دون استعداد، وعندها سيبقى نادماً بشدة. في الواقع فإن تأخير التوبة معتقداً أن ذنوب المرء تافهة هو علامة على الشخص الشرير، وفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2497. هذا الحديث ينصح بأن الشخص الصالح يرى ذنوبه وكأنها جبل يوشك أن يقع عليه، فيسارع إلى التوبة الصادقة دون تأخير. يمكن محو الذنوب الصغيرة بالأعمال الصالحة، ولكن الذنوب الكبيرة تتطلب التوبة الصادقة، وقد أشار إلى ذلك سورة النساء الآية 31: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً. والتوبة الصادقة تشمل الندم على الذنب، والاستغفار من الله تعالى، والتعهد الصادق بعدم العودة إلى الذنب أو إلى ذنب مماثل، والتكفير عن الذنب إن أمكن. وإذا كان الذنب في حق الناس، فإن المسلم إذا أمكنه أن يستغفر لهم ويرد لهم حقهم، فإن لم يغفر لهم فإن العدل قائم يوم القيامة، فيعطى الظالم حسناته للمظلوم، وإن لزم الأمر يعطى الظالم سيئاته للظالم، وقد يكون ذلك سبباً فيقذفل الظالم فيل النار، ودثبت ذلك في حديث في صحيح مسلم برقم 6579.
صلاة الليل أما الصفة التالية لعباد الرحمن فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 64: يا والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً. إن عباد الرحمن من عباد الله الذين يبذلون من وقتهم ووقت نومهم وراحتهم ما يدل على صدقهم مع الله تعالى، وذلك ببذلهم من النوم والراحة ما لا يطيقون. وقد ذكرنا في السابق صفات عامة، ولذلك يمكن أن نتهم هؤلاء العبد بالرياء، ولكن هذه الصفة تدل على الصدقهم، وهذه الآية تدل بوضوح على أن عبد للرحمن لحقيقيين هم الذين أقاموا الصلواتهم المفروضة. في الصل العبد صلى للتطوع إلي بعد أن يقيم الصلواتها المفروضة، ولتوفيق إلي بذلك، بلئن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالجنة من أقام الصلتها على الوجه الصحيح في حديث فيزن ابن ماجه رقم 1401، وأداء الصلاة وسيلة للمناجاة مع الله تعالى، وهي علامة على عبودية العبد لله تعالى. إن صلاة الليل لها فضائل لا تعد ولا تحصى. على سبيل المثال، هناك حديث موجود في سنن النسائي رقم 1614 ينصح بأنه أفضل صلاة تطوع. الليل هو الوقت الذي ينزل فيه الله تعالى إلى سماء هذه الدنيا وفقاً لكرامته اللانهائية، ويدعو الناس إلى مغفرته ورحمته. هذا مؤكد في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6321: لن يكون لأحد مكانة أعلى يوم القيامة أو في الجنة من النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ارتبطت هذه المكانة مباشرة بصلاة الليل. سورة الإسراء الآية 79: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا يدل على أن من أقام صلاة الليل تطوعا ينال أعلى الدرجات في الدارين، فقد أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله تعالى في آخر الليل في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3579، ولذلك فإن الإنسان يستطيع أن يحصل على بركات لا تعد ولا تحصى إذا كان مستيقظاً وذكر الله تعالى في هذا الوقت. يرغب جميع المسلمين في إجابة دعائهم وقضاء حوائجهم، لذلك يجب عليهم أن يجتهدوا في أداء صلاة الليل تطوعاً كما أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 1770، إلى أن هناك ساعة خاصة في كل ليلة يستجأب فيها للدعاء للصالح دائماً. إن إقامة صلاة الليل وسيلة ممتازة لمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي، وتشجعه على تجنب التجمعات الاجتماعية الغير الضرورية، وتحمي الإنسان من العديد من الأمراض الجسدية. وقد ورد هذا النصح في حديث في جامع الترمذي برقم 3549: ينبغي للإنسان أن يستعد لصلاة الليل بعدم الإفراط في الأكل والشرب، وخاصة قبل النوم، لأنه يسبب الكسل، ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه أثناء النهار دون ضرورة. ويمكن أن يساعده على ذلك القيلولة القصيرة أثناء النهار. وأخيراً، ينبغي للإنسان أن يتجنب المعاصي ويجتهد في طاعة الله تعالى، وذلك بتنفيذ أوامره والامتناع عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر، حيث يسهل على المطيع أداء صلاة الليل. إن عبادة الليل مباركة، حيث يعطى كل إنسان ما يريده، ومن أراد أن تزول عنه العقبة يجاب إليه بسرعة، ومن أراد أن يظهر شكره لله تعالى نال مرتبة العبد الشاكر، ومن أراد الجنة فتحت له أبواب الرحمة والبركات، ومن أراد النجاة من النار نال الحماية، ومن أراد إلا ربه نال قربه وألفته. الأشياء الباطلة أما الصفة التالية لعباد الرحمن الحقيقيين فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 72: وإذا مروا بالسوء مروا بكرامة. إن هذه الآية تدل على أن عباد الرحمن الحقيقيين يتجنبون كل ما لا ينفع في الدنيا والآخرة سواء كان كلاماً أو عملاً. ومن المهم أن نلاحظ أن الكلام والأعمال ثلاثة أنواع. يجب على الإنسان أن يصمت ويتجنب النوع الأول الذي يضر دنياه ودينه تماماً، والنوع الثاني هو إضاعة الوقت فقط، وهو ما سيكون ندماً كبيراً يوم القيامة.
وهذا النوع هو الكلام أو العمل الذي لا ينفع ولا يضر دنياه ودينه. والنوع الأخير هو الكلام والعمل المفيد. ووفقاً لهذا البناء يجب إزالة ثلثي الكلام والعمل من حياة الإنسان. في معظم الحالات لا يعتبر الكلام الفارغ خطيئة، ولكنه يتسبب في إضاعة وقت الإنسان الثمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكلام غير الضروري يؤدي عادة إلى الكلام الخاطئ مثل الغيبة. ومن النادر للغاية أن يناقش الناس شيئاً لا ينفع في الدنيا والآخرة دون أن يرتكبوا في النهاية خطيئة. ويجب أن ندرك أن كلامهم في الحقيقة هو رسالة يكتبونها إلى الله تعالى، ومن الحرج أن يملأ الإنسان هذه الرسالة بكلمات زائدة لا تنفعه ولا تنفع غيره في الدنيا والآخرة. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صرح في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 2408 أن الله تعالى يكره أن يتكلم الناس بكلام لا فائدة منه. ومن الواضح من أحاديث كثيرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بكلام لا فائدة منه وأظهر كراهة لذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رقم 211. لذلك فمن واجب المسلم أن يتجنب هذه الصفة. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الآية تشير أيضاً إلى أن عباد الرحمن الحقيقيين لا يرتكبون المعاصي بكلامهم. كيف وهم لا يتكلمون بكلمات لا تعتبر إثماً وهي اللغو؟ يجب على المسلمين الاستماع إليهم والتعلم منهم حتى يتمكنوا من تبني السمة المهمة المتمثلة في التحدث بالخير فقط أو الصمت. وقد نصح بذلك في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 176. من المهم أن نفهم، على عكس ما يعتقده بعض الناس، أن الشخص الذي لم يطهر كلامه لا يمكن أن يكون له قلب أو جسد نقي. وقد أشار إلى ذلك حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2407. بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الآية أيضاً إلى أهمية الرفقة الصالحة. في الواقع، لا يمكن للشخص أن يكون رفيقاً جيداً حتى يتعلم ضبط كلامه، وذلك لأن الشخص سوف يتأثر بأصحابه، وهو ما حذر منه حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4833. إذا شغل الشخص وقته بالكلام والفعل اللغو، فمن المرجح أن يفعل أصدقاؤه الشيء نفسه. ولهذا فمن الضروري أن يختار المسلمون رفقاءهم بعناية وينصحون غيرهم مثل أبنائهم بالقيام بالمثل. سورة الزخرف الآية 67. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأقوال والأفعال أن الصفة التالية لعباد الرحمن فهي مذكورة في سورة الفرقان الآية 73. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إن هذه الآية تشير إلى أن عباد الرحمن الحقيقيين يثبتون عبوديتهم بالأفعال وليس بالأقوال فقط، وذلك بالاستماع والفهم والعمل بتعاليم الإسلام. إن العديد من المسلمين يتلون القرآن الكريم ولكنهم يشعرون بالانفصال عن الله تعالى، وذلك لأنهم لا يقومون إلا بالجانب الأول من القرآن الكريم وهو تلاوته. وفي أغلب الأحوال فإن هؤلاء المسلمين لا يفهمون اللغة العربية، فكيف يؤثر القرآن الكريم على سلوكهم؟ إن هؤلاء الناس في الواقع يتصرفون وكأنهم صماء عميان عن القرآن الكريم، حيث لا يكلفون أنفسهم عناء القيام بالجوانب الأخرى الأكثر أهمية من القرآن الكريم. الجانب الثاني هو فهمه، والذي يمكن القيام به من خلال دراسة تفسيراته الصحيحة والمعتمدة. الجانب الأخير من القرآن الكريم هو العمل بتعليمه. إنه ببساطة ليس جيداً أن نلفه في ثوب لطيف ونضعه على رف مرتفع في المنزل. إن القرآن الكريم كتاب هداية وليس زينة للمنزل. فكيف يمكن للمرء أن يهتدي به إذا لم يتمم جميع جوانبه؟ وهذا ما يسعى إليه عباد الرحمن الصادقون، ومن هذه الآية يتبين أن الجهل والعبودية لله تعالى لا يجتمعان في قلب واحد.